بما ان انت سلمت على ان طبعا التقرير ابراهيم نور الدين والكلام ده وكده، انا هقول لك بقى على حاجه مفاجاه من ضمن الحاجات اللي مكتوبه كمان في تقرير ابراهيم نور الدين، ودي لبرنامج. طب قول لنا يا كابتن، قول لنا يا كابتن، قول لنا ما تشغلناش اكتر أولاً من كده. اولا انا عايز اقول لك ان كل الناس مختلفه على الكوره، بتقول ان هو كان مدي خطا، ان هو ضربه مرمى، وبعد كده ان هو صحح خطاه واداها ضربه مرمى. لا، ابراهيم نور الدين في تقريره كاتب ان هو كان مدي الكوره ضربه جزاء. لا لحظه بس يا كابتن احمد، بس يعني ايه يا كابتن ركله جزاء؟ مش فاهم. هو كان مدي ركله جزاء، مد ركله جزاء. انت طبعا عشان ما عندكش حقوق هتلاقي ان ابراهيم نور الدين حتى كاتب في تقرير ان هو اشار بايده اليمنى، والايد اليمنى هنا بتستخدم لما يكون في خطا. يعني كابتن احمد الجزاء. معلش، يعني انا احنا كلنا شفناها ان هي كانت ما بين ضربه مرمى وحكم الراي قال له كورنر، فهو راح مرجع على طول كوره على طول كورنر واتلعبت وجت هدف. حتى المهدي سليمان الولد اللي واقف معاه الكوره تمام، هتشوف في التقرير ان هو ابراهيم نور الدين كان كاتب ان هو كان مد ضربه جزاء، واللي لحقوا فيها الحكم المساعد. الحكم المساعد لما لحقوا وقال له لا، الكوره مش ضربه جزاء، لان هم طبعا شغالين مع بعض في الريبيز مع بعض في السماعات، فبالتالي هو رايح بيقول لهم ضربه جزاء، فهو المساعد لحقه. ده تقرير ابراهيم نور الدين، ده اللي هو هيكون كاتبه في تقريره، ان هو قال له المساعد لا، اخر واحد لمس الكوره هو لاعب بيراميدز، فبالتالي لغى ضربه الجزاء. لان خلي بالك يا ابراهيم، في اشارات الحكام، ودي في 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 في, في الماده 5 هتلاقيها موجوده، ان الاشارات دايما ان الايد لما بتدي ضربه مرمى بتديها بالايد اليسرى مش بايد اليمنى، ففي ناس ممكن ما تاخدش بالها من الحاجات دي على فكره برضه. يعني انا كابتن ما خدتش بالي يا كابتن احمد، انا ما خدتش بالي لما حضرتك بتقول الكلام ده دلوقتي، بدات افكر فيه، وبالفعل هي حاجات صغيره جدا، وبالتالي احنا لو ركزنا فيها هنلاقي ان كلام حضرتك صح. بص، هو ابراهيم نور الدين انا بقول لك كان مدي الكوره ضربه جزاء، على فكره هو كاتب في تقريره كده ان انا كنت مدي الكوره ضربه جزاء لصالح كهربا، ولكن الحكم المساعد تقريبا كان اسمه احمد، مش عارف، انا مش فاكر بالظبط الحكم المساعد، هو لحقه وقال له لا، ان الكوره لمسها مدافع بيراميدز، اخر واحد مدافع بيراميدز لمسها، فبالتالي رجع عن قراره واداها ركله ركنيه. وهو بيقول ان لما اديتها ركله ركنيه ان خلاص لعيبه بيراميدز رجعت تاني وجهزت ووقفت للكوره. تذكر يا استاذ ابراهيم الحلقه الماضيه انا قلت لك هي لا كورنر ولا ضربه مرمى، وكهربا عنده حق، لان انا شفت اللقطه وشفت العرقله من الخلف ضربه في كعب رجله. يعني انا عايز يا رب تجيلنا. لا، انا بقى في لقطه من ناحيه الجون واضحه جدا، اذا كانت عندنا برضو نجيبها. في احتكاك اهو، اهي شفت دي؟ واضحه اهي، ثبتها شفت دي؟ اهي اهو شفت دي؟ بص بقى حصل اهي ضربه جزاء مؤكده. فسواء كتبها الكابتن ابراهيم نور الدين ما كتبهاش الكابتن نور الدين، ابراهيم نور الدين هي لينا ضربه جزاء، ولما جاتش جون كان هيبقى كل الجدل في اللقطه دي. صدقني ما كانتش هتعدي، انما الكوره اتلعبت واتنقلت، ادي مره التالته، دي تالت مره، رابع مره الكوره جت جول، اربع نقلات بعد الكوره ما اترمت بره. عشان نرجع نفتكر، عشان نبرر لناس انها تجاوزت في حق النادي الاهلي، وكلهم كلهم او معظمهم كانوا الاهلي صاحب فضل عليهم وصاحب نشأة. لكن هاني سعيد هرب من النادي الاهلي بعد كاس العالم عشان يلعب 97. في ايطاليا، عشان يلعب في ايطاليا. مستني منه حاجه النهارده؟ مش مستني منه حاجه النهارده. طيب ممدوح عيد اللي خد كوكا وهو مسؤول، اللي هرب كوكا، ما انا استنى بقى. كان بيعمل ايه؟ ده كان في قطاع الناشئين، في ممدوح عيد كان موجود في مسؤول في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وبسبب هذا الكابتن حسن حمدي مشاه وخد قرار ما يشتغلش تاني في النادي الاهلي، لانه وهو جوه النادي الاهلي كان اتاري بياخد اللعيبه يهربها عشان يتاجر فيهم، وبعد كده احترف انه يبقى وكيل لاعبين. وهو اللي كان موجود في كاس العالم في المغرب، ايوه، عشان يغري كابتن احمد فتحي ما جددش ويروح يمشي من النادي الاهلي. ايوه، وهو الذي يقول انه اهلاوي.
طبعا المصالح عند بعض الناس بتسبق اي شيء. فانت يعني ما تستغربش من الهستيريا اللي حصلت، لان يعني بيراميد يعني مش الـ هاني بيقول ايه؟ بيقول لك ما احنا عارفين كده باستمرار. يا راجل ده رابع ماتش للنادي الاهلي ولا خامس ماتش مع بيراميد، واربع ماتشات ظلم قبليهم. هنفكره. لكن حتى ابراهيم نور الدين قال لك ازاي يتم اختيار ابراهيم نور الدين للمباراه؟ ما يشير في كلامهم الى انه ابراهيم نور الدين بيجامل الاهلي. يا نهار ابيض، هو ابراهيم نور الدين من راجع مشواره مع الاهلي؟ عشان نفكركم برضو ما دام الكل يملك ذاكره السمك بالشكل ده. ابراهيم نور الدين ضربه جزاء واضحه جدا للاهلي امام الجيش في 2015 اهي اعتقد اوضح من الوضوح، ولم يحتسب اهي. اتفضلوا. طيب دي امام الجيش في 2015 ضربة جزاء أخرى غير محتسبة للأهلي، لكن المرة دي كانت قدام سموحة في كأس مصر، كانت في أول أغسطس 2016 ويوميها فاز الأهلي 1-0، بس كان محتاج لهذه الضربة. نفكركم بيها. الأولى اللي هي حالة الحالة الأولى هنشوفها دلوقتي. هنا في التحام تم على لعب الكرة عليه. نشوف هنا الالتحام، ما فيش شك ان هنا لو احنا لما نيجي نتعاد كده بالراحة هنلاقي ان اللاعب لاعب اهو بتجري لاعب سموحة تحس ان هو التحم مع عمرو جمال من الخلف، ما كانش بيلعب الكرة. هناك التحام، في حصل التحام ودفع في ظهر عمرو جمال، وبالتالي الخطأ موجود. وانا شايف ان اللعبة دي في الشك انك ممكن تحتسب ركلة جزاء للنادي الاهلي، لكن لو احنا رجعنا من اللايف بتاعها ادي ابراهيم ومكانه زي ما انتم شايفينه كده، ادي مكانه ابراهيم اهو. انا شايف ان ابراهيم من المكان ده هو عنده زاوية عمودية، ودايما الزاوية العمودية بتفقد الحكم الرؤية اللي هي الوايد واسعة فيها وسع، ما يبقاش هو جاي بشكل عمودي، فطبعا عمودي على اللعبة ما قدرش طبعا يميز مدى الالتحام اللي تم من الخلف، هل يعاقب عليه بخطأ ولا ما يعاقبش. وبالتالي هنا المكان كان ليه دور كبير جدا، رغم ان ابراهيم قريب وكل حاجة، لكن لو ابراهيم كان في الحتة دي واخد خط كده كان يقدر يميز بالظبط ايه المخالفة اللي تمت مع عمرو جمال. نمشي ونروح الحالة اللي بعد كده، شايفين الالتحام، لم يلتحم على الكرة ولم يلعب الكرة بأي شكل من الأشكال، وبالتالي الخطأ موجود والقرار ما كانش هنا طبعا. طيب كابتن الشناوي سجل رأيه في إهدار الكابتن إبراهيم نور الدين فرصة احتساب ركلة جزاء واضحة جدا للأهلي بكل الوضوح، وهو الراجل موجود عمودي عليها. طب ده رأي كابتن الشناوي، تلف اللفة ويلعب الاهلي مع الاتحاد السكندري في 2016 يوم 11 ابريل في قبل الاتحاد 11 ابريل 2017 ابراهيم نور الدين لا يحتسب ضربه جزاء للاهلي، واللي سجل عليه هذه الملاحظه مين؟ رئيس لجنه الحكام دلوقتي الكابتن جمال الغندور امام الانتاج دي هنا. ايوه ارجع بقى هتهالي، مفيش اعاده عامليها صح؟ مفيش اعاده. بصوا بقى حضراتكم المسك اللي تم اهو لمهاجم النادي اهو، بس ركز عليها، لو وقفت ارجع تاني شويه بسيطه لورا. يعني للاسف الشديد لعبه زي دي ازاي ما تتعادش، وازاي ما تتعادش من اكتر من زاويه انا مش عارف. ادي المسك اهو بس اهو، ادي المسك اهو، ولم تحتسب. اذا كان هناك تاني، كان هناك مسك داخل منطقة الجزاء، بمعنى ايوه كويس قوي اهو، تمام. كمل غير مقبول انه لعبة زي دي لا تحتسب،
هذه الحالة داخل منطقة جزاء الاتحاد السكندري. هذا هو لاعب الاتحاد السكندري. في البداية كانوا اللاعبين أو لاعب النادي الأهلي بيحاول يفلت بأي شكل ممكن من هذا المسك. أهو أهو كمل معايا. طبعا أعتقد أن هناك ركلة جزاء لم تحتسب في هذه الحالة. لا، لكن الأوسكار بتاع إبراهيم نور الدين طبعا بتاع الضرب الإنتاج 2 سبتمبر 2018. يعني انتوا شفتوا عشان كده انا مستعجل. ابراهيم نور الدين الكابتن جمال الغندور بيقول له ايه والكابتن الشناوي بيقول له ايه، بس اللي عمله فعلا في ماتش الانتاج ياخد عليه الاوسكار يلي فاكرين الكابتن ابراهيم نور الدين بينحاز للاهلي. لما نشوف اللعبه هناك شد طبعا، التحام وشد، والحكم هنا طبعا ابراهيم كل ده لسه ابراهيم نور الدين ما ظهرش على ال 18. بص الحكم مش على ال 18، هو الحكم الاضافي يعني لو بصيته هتبص تلاقيه جه في لحظه اتحرك سبق الحدث. بص اهو هنا هو اتقدم وراح، لما نمشي هنمشي دلوقتي كده، بص هتلاقيه بيجري بيتحرك وبيسيبهم بيسبقهم اهو، بص على ان الكره هتتلعب. طبعا هناك في شد من لاعب الانتاج لمهاجم النادي الاهلي اللي هو وليد ازار، اهو من في بدايه شد طبعا هنا اهو. يعني انا عايز اقول وليد ازارو الكره بالشكل ده ايه اللي هيرجعه تاني لورا؟ خمسه لحد دلوقتي اظن واضحه. لا، اللي بيتكلموا على انه ابراهيم نور الدين بيجامل الاهلي في 2014 دوري المجموعتين لما لعبنا الدوره الرباعيه ثلاث ضربات حسب ضربتين جزاء في ماتش واحد، كان مع بتروجيت، كان مع مين ولا مع الزمالك الدوري الرباعي ساعتها؟ كان الزمالك وفي بتروجيت اسمه بتروجيت. ضربتين جزاء ورا بعض واحده منهم ملهاش علاقه بضربات الجزاء، يعني واحده ممكن نتكلم فيها. طيب ده ليه بقى؟ اعتقد ولو عيب قوي على فكره، عيب قوي تقولوا ان ابراهيم نور الدين بيجامل الاهلي. لا بس الكرامي صدها ودي اللي ادتنا الدوري. عيب قوي تقولوا ابراهيم نور الدين تم اختياره للاهلي او بيجامل الاهلي او تعمد مجامله الاهلي او الحكم اللي مش عارف جاي يجامل الاهلي. شفتوا كشف حسابه مع الاهلي عامل ازاي؟ 7 ضربات جزاء من خلال حتى خبراء التحكيم. اللي حصل في هذه المباراه في لقطه الكورنر والكره الثانيه اللي موجوده انه في تعديل في القانون، حصل كتير جدا الناس استفادت من وقائع والكره الثانيه في الملعب، لكن ما حدش بيهتم انه ينبه على تعديل قانون بيقول انه في حال وجود كرتين يسمح باستمرار اللعب اذا لم يحدث تداخل في اللعب ويتم اخراجها في اقرب وقت ممكن. نشوف كمان راي الكابتن فاروق جعفر في التاكيد على تعديل القانون. القانون اتعدل، يعني برضك لازم حد يوصل دي للناس. يعني القانون اتعدل. في كرة في الملعب، دي هتكلم انا على نقطة الكرة. كرة في الملعب. طب في ماتشات كتير قوي الكرة بتبقى موجودة في الملعب والكرة دي ما بقاش تداخل او بتعطل الأداء او مش داخلة في اللعب. مش داخلة في اللعب. فأنت على طول بتكمل عادي. ودي وبنشوفها حتى في الدوري الأوروبي، يعني في الدوري الإنجليزي. انا شفت اللعيبه برضك، احنا يعني برضك اللعيبه ما عندهاش، المفروض القانون ما تعدل، كان واجب على اتحاد الكوره ايوه ان هو للمدرب قبل اللعيبه. النهارده المدرب هو السبب. ونشدنا في الاستوديو يا كابتن فاروق كلنا كلنا قلنا لابد من اتحاد الكوره محاضرات بالاجبار لجميع فرق الدوري الممتاز. تمام. مع الحكام عشان يعرفوا القانون الجديد. وكمان لازم الحكام ما بتوصل للمرحله دي يبقى الحكام عنده الثقه. وانا شفت النهارده مشكله كانت للكابتن ابراهيم، اللي هي المشكله بتاعته ان هو مش قادر بعد الهدف اما جه مش قادر يقول للعيبه ده في الملعب، مش قادر يقول للعيبه ده قانون، يعني الكره اللي موجوده في الملعب ما تعطلش اللعب. او الكره لو راحت لحارس المرمى وحارس المرمى مسك الكوره وعطل اللعب بيضيع وقت وبيعطل اللعب.
هنا بقى القانون الجديد كمان بيختلف عن كل الكلام القديم، يعني مش هيرميها بقى قدامه ولا لا، لو هو عطلها هنا يقوم على طول الحكم مدي القرار بضرب الجزاء على حارس المرمى. صح. حتى في اوروبا ممكن نجيب مثل، يعني عندنا مثل انك بتلاقي، يعني الكابتن فاروق جعفر اشار اليها، دي تعديلات قانون، هل ذنب الاهلي ان الناس جاهله بالتعديلات؟ اوروبا اتفضل، وهتلاقي ماتشات كتيره جدا بتتواجد كره تانيه واللعب مستمر، لان القانون بيقول للحكم ما دام ما حصلش اهي، ما دام ما حصلش تعارض بين الكورتين اللعبه مستمره وطلعها في اقرب وقت. طب هو تفتكر القانون عمل كده ليه؟ آه. لان اللي بيدخل الكور سيبت ملاعب. بالظبط، ما عليهمش مسؤوليه، سيبت ملاعب. ايوه، ده انت احيانا بتستغلها. بالظبط، يعني فاكر ماتش طبعا، فاكر ماتش الزمالك وسانجا بولوندي بطل الكونغو الديمقراطيه في 2015 اهي. بصوا يا جماعه اهي، اقف بقى الهري اللي شغال على انه الاهلي وريحه الشياط اللي طلعت مع الجون، ايه رايكم في ده؟ ما حدش يتكلم وقتها. الزمالك جاب جون وكسب، ما حدش قال ان ساعه تنفيذ الكورنر كان فيه كوره في سياق العين، حتى في اتجاه العين اهي، ادي كره تانية. ده مش بس كده، ده احنا شفنا مدربين اجانب بيقولوا له اتعلموا بطريقنا احنا، اتعلموا بطباعنا احنا. اتفضلوا افتكروا ميتشو وهو بيطلب من صبية الملاعب ارموا الكره في الملعب، شوفوا الفيديو ده اهو اهو، ده كان مباراه الزمالك. اهو بيشرح له، بيشرح له. بص على فكره، لو كان شوارب فتح الصوت اهو، الفيديو ده من احد المراسلين، ده المراسل في التراك بيقول ميتشو واللعيبه بيقولوا للولاد الصغيرين اهو. ايوه، ماسكه بيديله التعليمات، لما الكره تيجي هنا ارموا الكره في الملعب. لو كان فتح الصوت ده كنت هتسمعوا كلام المراسل وهو بيقول كده، بيوصف السلوك اللي حاصل. مثل هذه اللقطات تعد الى القانون. بس ده قانون متعدل. طيب اسمعوا بصوته، لانه ده كان المراسل اللي موجود في التراك شاهد على اللي شايفه قدام عينه، فبيحكي اللي شايفه مش اللي احنا بنقوله اصلا. نشوفه. في التصرف اللي عمله ميتشو راح للاطفال الصغيرين اللي موجودين في الملعب وبدا يتكلم كده، يعني يقول لهم يعني في اخر دقيقه كده او دقيقتين اللي هم يرموا الكره في الملعب علشان خاطر يهدوا الدنيا. بن شرقي برضه وقف يكلم الاطفال كده وبدا يكلمهم، يعني كان في قلق وكان في توتر كبير جدا. شفتوا في اللي حاصل اصلا، ميتشو واللاعيبه الاحتياطي بيقولوا لصبية الملاعب في ماتش الزمالك ارموا الكوره، محدش يتكلم، محدش يتكلم. شفنا الاسبوع اللي فات احنا عرضنا اراء خبراء التحكيم كلهم في اللي حصل، شفنا راي الكابتن الشناوي وشفنا راي الكابتن ناصر عباس وحتى الكابتن توفيق السيد اللي كان مراقب المباراه في اتصال له. بس عايز اشرح حته في حته ميتشو. اه، بتشرح للولد ايه؟ بيقول لما الكوره تبقى هنا ها احذفها في مسار الكرة عشان يبقى في تداخل، يعني هم فاهمين القانون. ما قالوش حط كرة في كده، ده بيشاور له بيقول لما تيجي هنا احذفها. عرضنا الاسبوع اللي فات راي الكابتن احمد الشناوي وعرضنا راي الكابتن ناصر عباس، وزي ما قلت لكم حتى الكابتن توفيق السيد اللي كان مراقب هذه المباراه اتكلم مع الاستاذ عصام شلتوت في انه ابراهيم نور الدين كان موفق جدا في احتساب هذا الهدف وفقا لصحيح القانون، وكلهم قال لك لو كان حارس بيراميدز احتفظ بالكوره لغايه لما راحت في اتجاهه الكوره الثانيه كان ضربه جزاء، عشان كده رماها بسرعه. طب دول الحكام المصريين اللي ممكن اي حد يفسر رايه باي تفسير. طب ما نشوف راي خبير تحكيمي عن بعد ومش مصري وما تقالش ان هو بيجامل الاهلي، بالعكس دايما وابدا رايه في الامور القانونيه صحيحه. الكابتن جمال الشريف استعان بيه صديقنا العزيز حمد الحسيني في قناته أو في برنامجه على اليوتيوب، عامل فيها الحقيقة مجهود محترف جدا حمد الحسيني. سأل الكابتن جمال الشريف عن واقعة الدور المصري في الكرة الثانية في ماتش الأهلي وبيراميدز، نشوف رأي الكابتن جمال الشريف.
انا اعتقد بان هذا صحيح. الكره بالاصل خرجت خارج حدود الملعب واصبحت خارج اللعب، وهناك ركنيه من حق الفريق المهاجم، وبالتالي عوده الكره واحتفاظ الحارس بها ليس من حقه. ولو افترضنا ان الكره قد عادت نتيجه اصطدام الكره بلوحه الاعلانات، او ان احد حاملي الكره قد اعاد الكره التي بحوزته الى داخل الملعب، فنسأل أنفسنا لماذا احتفظ الحارس بالكرة ولم يرميها مباشرة خارج حدود اللعب ليسمح باستئناف الركلة الركنية، وهذا حق شرعي للفريق المهاجم. هل هناك سؤال، هل كان حارس مرمى يريد إضاعة الوقت أو تأخير استئناف اللعب في محاولة للانتقاص من الحق المشروع للفريق المهاجم بتسريع اللعب من خلال تنفيذ الركلة الركنية التي حصلت في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، الذي كان يشير إلى وجود طبعا أربع دقائق وقت بدل الضائع قد استنفذ منه دقيقتين. إضافة أن وجود الكرة مع حارس المرمى لم تؤثر نهائيا على عملية تنفيذ الركلة الركنية التي لعبت قصيرة وكانت بعيدة حوالي 25 إلى 30 ياردة. وأيضا وجود الكرة طبعا هو الحارس في تلك اللحظة عندما لعبت وضعت بالتنفيذ وأصبحت في اللعب بعد أن لعبت قصيرة تمريرة قصيرة ركنية أصبحت كرة باللعب، وبالتالي هنا الحارس رمى بالكرة خارج حدود الملعب، بمعنى أن الهدف أيضا المسجل الذي جاء بعد عديد من الحالات بعد أن رفعت الكرة وقطعت الكرة وعادت حتى تم إحراز هدف لم يكن يعني الهدف المسجل بعد رمي الكرة مباشرة، لم يكن هناك أي تأثير لا على عملية التنفيذ ولا على عملية رفع الكرة ولا على عملية الدفاع أو الزود عن المرمى أو إبعاد الكرة ولا على اللاعبين المهاجمين اللي يعني أنهوا الهجمة بالتسديد وبالتالي إحراز هدف. إذن الهدف هدفا صحيحا وقرار الحكم كان صحيحا. يعني الكابتن جمال شرح كل جوانب اللعبة، وفي كل جوانب اللعبة هو الهدف صحيح. طيب. عدم التدخل لو كان يقصد يضيع وقت مش من حقه، من حق الفريق الثاني يلعب بسرعة ويستفيد، الحكم كان موفق. يعني يبقى الجزء الأول من الرمية الثلاثية إبراهيم نور الدين أبعد ما يكون عن مجاملة الأهلي وفقا لتاريخه التحكيمي مع الأهلي بشهادة الأئمة والفقهاء فقهاء التحكيم، شفتوا في كل واقعة كان رأيهم إيه. الجزئية الثانية هو خطأ الكورنر واحتفاظ الحارس عشان الريحة الشياط العالية قوي اللي احترقت فيها أعصاب ناس كتيرة، هو كان فعلا في خطأ فني ولا الناس جاهلة بالقانون زي ما قال الكابتن فاروق جعفر، والناس لازم يثقفوها بتعديلات القانون حتى لو هي إداريين موجودين في فرق أو مدربين أو لاعبين. الجزئية الثالثة هو إيه حكاية بيراميدز مع الأهلي؟ هاني سعيد عمل فيديو أو اتصور معاه بعد المباراة